maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta xukun ku riday wariye Cabdicaziis Gurbiye, kaasoo maanta markii afraad la horgeeyey maxkamadda gobolka Banaadir. Maxkamadda ayaa wariyaha waxay ku riday 6 bilood oo xarig ah iyo 5 milyan oo shilin Soomaali ah, iyadoona maxkamadda sheegtay in lagu helay qodobka 368-aad ee xeerka ciqaabta oo ku saabsan warar been abuur ah, waxaana xukunka uu yahay mid uu gudan karo sida ay sheegtay maxkamadda. بسم الله الرحمن الرحيم محكمة قبل كبنا ندر مركي عرقتي قل دعوة كترسيقي سيهي امتي بي 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 ال بقول لحنانية اللواء لبقل اللواتنة يدي سنة وكي عبد العزيز أحمد قربية مركي عرقتي يدى حفيز كحيرال انت واخذي يدي سنة سوى فقسن قلب خبقول يصدح يا حير كابك عقاب الصوماليين مركي لقستي جوابت يدي سنة هوا فقسن بقول يا فر حير كابك عقاب الصوماليين مركي لقستي دوض حفيز كحيرال انت قول نوحك دوض دوضة markii dhageystay difaaca ay raaysanaha waaqsan 186 xeerka habka qabta Soomaaliyeed markii dhageystay gabagabada xafiiska xeeralanta guud ee qaranka markii dhageystay gabagabada iyo codsiga ay raaysanaha markii aragtay qodobada 103 104 105 106 104 106 102 102 iyo 123 ee xeerka habka qabta Soomaaliyeed iyo qodobada 308 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxa uu cadaatay maxkamadda إن هذا السنة عبد العزيز أحمد قربية إن حليمة عبد النور صدني استشرى كل شيء ده كان حمر لجوه لا يد كل حسن قدر خسده بقول لا تني يسدد إسلام كان لجوه أي يد كل حسن قدر خلاه بقول اللي إحنا نيسجاب حكمك محكمة ده دمبيلة عبد العزيز أحمد قربية إن حليمة عبد النور صدني استشرى كل شيء حمر ده كان وابري وحاروح كم حبس ده اللي بلاد يكنا أحدن شمليان أو شن سوماليا حكم كاسة أو قضاء كرس وافقسن قضاء كبقلة تنيشن يبقلة بيت تبن أو حيرك غاق سومالية ذا حكم كواح والعيمان توي تاريخ بطهي سقال عطنك تشلاي لوكم لباتن وحكفر رفعان لان صدر قشو محكمة دن أو حيرك مركا لغا سوتاقو حريق وري عبد العزيز قربية وحا حبسي قرد حي مقدشة كجرة وري محمد عبد الوهاب نور أبوجا أو لحري بشي مارسو اي سانت كان ينكو قد جرنو أو إلا يهدى كجرة حبسي قاسي عمر يوسف محمد راضيها يو تلفيشة كاسيتي مقالة ذا مقديشو.